بناخذ اول اربع اسئله قبل نروح المسجد. تفضل الشيخ. يعني هلا يبال. لا بدون مقدمات السؤال. اوكي. ما هذا ليس سؤالا، انت قاعد تعطيني راي، قول السؤال اذا عندك سؤال، تفضل يا شيخ. لا اسال سؤال، لا تعطي مقدمه، سؤالك. حياك الله. سؤال. نعم. ولا تفوض الانتخابات الحاليه بنفس معايير الانتخابات السابقه. نعم. لا لا مش الامور يعني، ده التصور اللي انتم عاوزينه، هذا الرقابه الشعبيه ستقف على فضح اي ممارسه سلبيه، الامر الاخر له قد تكون هناك اجراءات تتخذ قبل هذه الانتخابات تمنع نفس الادوات التي استخدمت لتغيير اراده الناخبين، الامر الاخر انه لا توجد انتخابات، هذا الكلام قلته وكرر مره اخرى، لا توجد لها نتائج وأرقام إحصائية. أنت صحفي ومتابع المشهد وأعلم أنك تتبع مجموعة من النواب، كم نسبة المشاركة بالانتخابات؟ طيب دام لا تعلم، المفروض أنك يعني تصر على أن يعلم كل مواطن كم عدد الأشخاص الذين اشتركوا في العملية التصويتية، حتى لا تصبح المسألة في يد أي شخص ليحدد للناس عدد الأشخاص المصوتين، وحتى لا تصبح أرقام المقترعين أعلى من أرقام الصناديق. تفضل حبيبي. إذا مكننا الله يسلمك في اللجنة من القيام بهذه الأعمال ستسترد ما هو أكثر من 30 مليار. بس من اللي قال لك السؤال بس؟ لا. أوكي طيب. هلا حبيبي الله يسلمك. ليس هناك من ضمانة ما لم تقدم تشريعات تضمن سلامة العملية الانتخابية، وهذه لا تتم إلا بعد الانتخاب وتقديم مثل هذه القوانين.